من العاصمة الروسية موسكو ينضم إلينا مفدنا سمير عمر، ومن مدينة تلفيف مفدنا إبراهيم الحسناوي. أهلا بكما. أبدأ منك سمير، ما الذي ترصده لنا من العاصمة الروسية على مستوى أو على صعيد العمليات العسكرية التي أصبحت تتركز في الشرق الأوكراني، وأيضا يعني ردود الأفعال أو ما يتم تناوله بشأن استقبال أوكرانيا الكثير والكثير من الأسلحة والعتاد العسكري خلال الآونة الماضية؟ مروج ميدانيا يمكن تلخيصه ما جرى هذا اليوم 45 من العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا تحت شعار حماية إقليم الدنباس وسكانه في التالي. ميدانيا تم استهداف 65 منشأة وموقعا عسكريا أوكرانيا، وأيضا تم النجاح القوات الروسية وفقا لوزارة الدفاع الروسية في استهداف عدد من القوات التابعة لما تعتبره روسيا قوات القوميين المجرمين في كثير من الأحيان في ماريوبول. في ماريوبول أيضا كانت مسرحا للكثير من العمليات، سواء تصعيد الهجوم العسكري في المنطقة الصناعية أو ما يتعلق بعمليات إجلاء المدنيين عبر تنسيق متبادل بين الحكومة التابعة لروسيا وبين القوات الروسية في ماريوبول، وكذلك الحال في لوغانسك التي تشهد عمليات عسكرية قوية في الأيام المقبلة. هذا التطور الميداني يقابله تحرك روسيا على المستوى السياسي، فروسيا التي تنظر إلى كييف وهي تستقبل العديد من القادة الأوروبيين، اليوم على سبيل المثال زيارة مهمة لجونسون رئيس الوزراء البريطاني. روسيا أيضا لا تتوقف عند حدود الهجوم الميداني، ولكنها أيضا تتحرك دبلوماسيا لكسب أرض جديدة داخل البناء الأوروبي. الرئيس الوزراء الهنغاري الذي فاز قبل أيام بولاية ثانية يعني يسعى إلى إيجاد موطئ قدم لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، وقد ألمح في كثير من الأحيان إلى تشككه في الرواية الأوكرانية لما حدث في توتشيا وكذلك في حادث استهداف محطة القطارات يوم أمس. إذن تحرك ميداني تحقق من خلاله موسكو انتصارات على حد وصفها، وأيضا تحرك سياسي يسعى إلى خلخلة البناء الغربي المناهض للسياسات الروسية والتحركات الروسية. تحول إلى مفدنا من الفيف غربية أوكرانيا إبراهيم الحسناوي. إبراهيم أهلا بك، يعني لو ترصد لنا الأوضاع الميدانية يعني كيف هي، وأيضا يعني أجواء الزيارات المتتالية للزعماء الأوروبيين لأوكرانيا، ويعني هل على وقع هذه الزيارات الدبلوماسية هدأت آلة الحرب بعض الشيء؟ آلة الحرب لم تهدأ بسبب ربما الزيارات التي يقوم بها عدد من القادة الغربيين إلى كييف، إنما هدأت عقب إعلان روسيا سحب جنودها من الكثير من المناطق من حول العاصمة كييف وكذلك من شمال البلاد. بالفعل تراجعت حدة المواجهات على الأقل على المستوى العمليات العسكرية البرية، لكن القصف الصاروخي الروسي لمناطق في مختلف أوكرانيا ما زال مستمرا، سواء في المنطقة الشرقية أو الوسطى أو حتى الغربية. العمليات العسكرية الآن تتركز كما ذكر زميلنا من موسكو في منطقة دونباس، حيث ما زالت القوات الروسية تحاول إحكام سيطرتها على هذه المنطقة والدفع بالقوات الأوكرانية إلى الخروج منها، وربما محاولة السيطرة على كل ساحل الجنوبي. اليوم أعلنت أوكرانيا أنها أفشلت محاولة للقوات الروسية لربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس. كانت هناك عدة محاولات للقوات الروسية من أجل ربط هذه المنطقة وربما التفرغ لاحقا للسيطرة على كامل الساحل باتجاه مدينة أوديسا التي ما زالت أيضا بدورها تشهد محاولة للحصار وكذلك قصفا صاروخيا من البحر. خاركيف كانت أيضا اليوم ميدانا لبعض المواجهات العسكرية وقصفا صاروخيا. الانسحاب الروسي كما ذكرت كشف عن الكثير من الفظائع كما تقول السلطات الأوكرانية. اليوم مدينة مكاريف بالقرب من كييف تم العثور على أكثر من 130 جثة فيما يشبه السيناريو الذي حصل في مدينة بوتشا قبل أيام. الأنظار تتجه أيضا جنوبا في ماريوبول. نعم بوتشا في ماريوبول اليوم تتحدث السلطات عن مأساة إنسانية كبيرة جدا.
بشأن هذه التطورات الميدانية بالتأكيد ومختلف الجوانب الأخرى. شكرا جزيلا لمراسلينا من الفيف مفدنا إبراهيم الحسناوي ومن موسكو مفدنا سمير عمر، شكرا جزيلا لكما.